التاسعة في القاهرة نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بحضراتكم وأهلا رغدة أبو ليلى. أهلا بك محمد موافي وأهلا بحضراتكم، والبداية دائما بأبرز وأهم العناوين. وزارة العدل الأمريكية تعلن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3117 شهيداً و 13888 مصاباً. والأمم المتحدة تحذر من احتمال حدوث مجاعة في شمال غزة، وتطالب باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الوضع الكارثي بالقطاع. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أحبط محاولة إيرانية لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل أسبوع الانتخابات، وفق ما ذكرت وكالة Associated Press. وأشار وزير العدل الأمريكي إلى أن هناك جهات فاعلة في العالم تشكل تهديدا خطيرا على الأمن القومي الأمريكي، ومن بينها إيران على حسب قوله. هذا وقد أشارت شبكة ABC نيوز عن مصادر توجيه التهم لثلاثة أشخاص في خطة مرتبطة بإيران لاغتيال ترامب وعدد من المعارضين الإيرانيين. من جانبه أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بذل أقصى جهد لتعطيل المخططات الإيرانية. تزداد مخاوف الأمم المتحدة من عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجدداً بسبب قراراته السابقة الخاصة بتقليل مساهمات بلاده في المنظمة. وتسهم الولايات المتحدة بنحو 22% من ميزانية المؤسسة الأممية الأساسية، وب 27% من ميزانية عمليات حفظ السلام، ما يجعلها المساهمة الأكبر تليها الصين. في الوقت الذي يستعد فيه دونالد ترامب لترتيب أوراقه، لا سيما تلك المرتبطة بسياسات بلاده الخارجية، تتزايد المخاوف داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة من أن يحمل سيد البيت الأبيض الجديد ورقة تقليص مساهمة بلاده المالية. خفض تمويل ميزانيات الدبلوماسية والمساعدات الأمريكية كانت ضمن أجندة الرئيس العائد مجدداً إلى البيت الأبيض خلال فترة ولايته الأولى، إذ اقترح تقليص ثلثها بما يتضمن تخفيضات حادة في تمويل عمليات حفظ السلام والمنظمات الدولية. إلا أن الكونغرس الذي يحدد الموازنة الاتحادية للحكومة رفض الاقتراح حينها. العودة القوية للرئيس ترامب وسيطرة الجمهوريين على معظم مقاعد مجلس الشيوخ كانت دافعاً لتعزيز مخاوف المنظمة العالمية، خاصة أن واشنطن تعد المساهم الأكبر في الأمم المتحدة بنحو 22% من ميزانيتها الأساسية و 27% من ميزانية عمليات حفظ السلام. وبالرغم من أن ترامب لم يعلن حتى الآن عن ملامح سياسته الخارجية التي سينتهجها في ولايته الثانية، لكن معتقداته السابقة ونهجه في تخفيف الضغوطات على اقتصاد بلاده أثارت القلق الأممي بشأن جدية تنفيذ ترامب لقراراته. ترامب أعلن أيضاً في مناسبات عدة عن رغبته في الانسحاب من مؤسسات واتفاقيات رئيسية متعددة الجنسيات مثل منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
تراجع الدور الأمريكي في الأمم المتحدة سيفتح وبحسب مسؤولين الباب أمام الصين التي تعزز نفوذها في الدبلوماسية العالمية، وهو الأمر الذي يمكنه أن يقلل من تبني ترامب لفكرته خوفاً من تمدد بكين المنافس الأبرز للولايات المتحدة. المنظمة الأممية وبالرغم من مخاوفها إلا أنها أعلنت عن استعدادها لتلك العودة عبر وضع خطط بديلة خلف الكواليس حول كيفية إدارة تخفيضات الميزانية الأمريكية المحتملة، فيما لم توضح موقفها من استبدال واشنطن ببكين، لا سيما أنها تحتل المركز الثاني من حيث حجم المساهمات. ونشرتنا متواصلة مع حضراتكم من القاهرة الإخبارية. الآن إلى مزيد من التحليل مع حساني بشير. شكرا لك موفي، شكرا لرغد. ينضم إلينا من فيرجينيا محمد العالم، الكاتب الصحفي والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية. تحية لك سيد محمد. الحديث حول أن هناك محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، محاولة إيرانية تم الكشف عنها، كيف ترى هذه المحاولة في ظل التوتر في العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وخاصة بعد اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط؟ نعم، أهلا بك بالسادة المشاهدين. يعني هذه المحاولة وحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية تأتي كمحاولة إيرانية انتقاما لمقتل سليماني في السابق الذي جاء في فترة حكم الرئيس دونالد ترامب السابقة. وبالتالي حسب هذه التصريحات أن هناك تصميما إيرانيا أو كان هناك تصميما إيرانيا لتنفيذ هذه العملية، حتى أن المراسلات بينهم وبين المتهم الرئيسي الذي كلف بأن يراقب الرئيس ترامب ويقوم بهذه العملية قالت بأنهم من الممكن أن يرجئوا عملية القتل ما بعد الانتخابات، لأن كانت تقديراتهم أو تقديرات الحرس الثوري الإيراني بأن الرئيس ترامب سيخسر هذه الانتخابات. وبالتالي وحسب التصريحات هي ضمن يعني المخططات الإيرانية انتقاما لمقتل سليماني. أيضا كان من بين هذه التكليفات يعني فكرة مراقبة بعض المواطنين الأمريكان من أصول إيرانية والمعارضين للنظام الإيراني حسب هذه التصريحات. لكن حتى الآن لم يكن هناك تفاصيل كاملة توضح يعني مدى دقة هذه الأمور، خصوصا أن ترامب تعرض لأكثر من محاولة اغتيال في وقت قياسي في الفترات السابقة. طبعا بعد يعني خروج الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق 5+1 أثناء فترة حكم ترامب في العام 2016 استمرت إلى العام 2020، ازدادت العلاقات توترا. لكن في ظل وجود الرئيس الإيراني الجديد، هو يسعى كما تعلم سيد محمد إلى محاولة إيجاد توازن مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. ألا يطرح هذا سؤالا حول أن ما يحدث من كشف هذا المخطط قد يزيد الأمور توترا، وبالتالي ضغط الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني أكثر؟ نعم بالتأكيد، لكن هناك واقع مختلف في هذه المرة، بمعنى أن ترامب في يعني الفترات السابقة في فترة حكمه الأولى لم تكن إيران اقتربت بشدة من فكرة يعني إتمام برنامجها النووي. حاليا وحسب التوقعات الغربية بأن إيران أمامها عدة أسابيع لتعلن رسميا إنتاج القنبلة النووية، وبالتالي ليس في يد ترامب أن يمنع هذا الأمر. لكن المتوقع أنه ربما يتم توجيه ضربة للجانب الإيراني في الفترات القادمة، وربما يكون هذا من أوائل يعني القرارات التي سيتخذها ترامب عند عودته للبيت الأبيض، لأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران أفقدت إيران جزءا كبيرا من دفاعاتها الجوية. أيضا الضعف الكامل لحزب الله في الفترات الأخيرة، ويعني افتقاده لقاعدته الصاروخية أكثر من 80% منها، كل هذا يؤيد أن ترامب ربما يقدم على هذه الخطوة ويساعد إسرائيل في ضرب المفاعلات النووية الإيرانية. لكن فكرة يعني أن يقف يعني المشروع الإيراني، أنا لا أعتقد أن في يد ترامب صحيح هذا الشيء، لأنه بالفعل تم في الفترات السابقة. أثناء يعني فترة حكم ترامب الأولى كما قلنا، كانت له قرارات بشأن انسحاب الولايات المتحدة من ما يسمى بالمنظمات الأممية متعددة الجنسيات، كمنظمة الصحة العالمية، اتفاقية المناخ في باريس، معنى المنظمات المنطوية تحت لواء الأمم المتحدة.
هل ترى أن هناك تخوفات من أن ينفذ ترامب أثناء فترة ولايته الثانية هذه القرارات بما يضر بالتمويل المقدم؟ طبعا التمويل المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المنظمات كما نعلم سيد محمد هو تمويل كبير، هل يمكن أيضا أن يسير في تنفيذ قراراته في الانسحاب وعدم تمويل مثل هكذا منظمات دولية؟ نعم، هو هناك تخوفات بما أن ترامب لديه تصريحات أخرى ليس فقط ضد الأمم المتحدة ولكن على سبيل المثال ضد المساعدات الأمريكية لحلف الناتو أو الحماية يعني الغير مدفوعة الأجر. لكن هنا لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة والقوانين الدولية الحالية تم يعني إنشاء الأمم المتحدة والقوانين بعد الحرب العالمية الثانية بناء على التوجهات الأمريكية، وبالتالي أن تضعف أمريكا دورها في هذه المؤسسة فهذا يعني أن دول أخرى ستملأ هذا الفراغ، وبالتالي وخاصة الصين يعني الصين هي التالية للمساهمين بعد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنظمات. يعني انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية هل يمكن أن يعطي للصين فرصة لكي تستحوذ على هذه المنظمات؟ نعم بالتأكيد، أنا لا أعتقد أن الصين ستترك أي فرصة حتى تملأ الفراغ الأمريكي ولا تستغلها، بمعنى أنها لا تريد أن تتمدد عسكريا في العالم، لكن سياسيا واقتصاديا بالتأكيد أن المشروع الصيني يعني تبين في السنوات السابقة أنه يعني في مرحلة تصاعد، وأن الصين تواجدت في أكثر من منطقة في العالم حتى في الشرق الأوسط نفسه تقربت كثيرا وساهمت اقتصاديا في أفريقيا وفي الشرق الأوسط، وبالتالي هذا يعني ينبئ بخطر على الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المكانة، وبالتالي أن تضعف الولايات المتحدة الأمريكية مكانتها في الأمم المتحدة بنفسها فمعنى ذلك أن دخول الصين سيؤدي مستقبلا إلى تغيير القوانين التي أثبتت الحرب في قطاع غزة وفي لبنان أنها لا تصلح وأنها كانت تصلح فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي هذا سيؤيد أن العالم يحتاج أن يكون هناك أكثر من قطب لا يعتمد فقط على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا أنا لا أعتقد أن المؤسسات الأمريكية ستسمح لترامب بهذا الأمر، لأن الرئيس ليس في يده كل شيء ولكن المؤسسات يعني وخصوصا المؤسسات السياسية والتحكيمية هي من يعني تعطي له الدور الأخضر في بعض. وهل أيضا التقارب الذي حدث في السنوات الماضية وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية ما بين الصين وروسيا، حتى أنه قيل أن الصين لها دور في إجراء مفاوضات لحل هذه الأزمة وإن لم يحدث طبعا في العامين الماضيين، وصلنا إلى العام الثالث في الأزمة الروسية الأوكرانية، التقارب ما بين روسيا والصين كيف تراه أنه تحديا كبيرا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أيضا فيما يتعلق بالأزمات العاصفة كالأزمة الأوكرانية وأزمة الملف النووي الإيراني؟ طبعا الصين وروسيا كما نعلم دائما في جانب إيران. نعم، هو هنا هذا الأمر يؤيد وبشدة أن العالم لم يكن كما كان يعني في فترة ترامب، أو ما نصح يعني الصين من المتوقع أنها ستكون قوة اقتصادية عظمى أو تتخطى الولايات المتحدة الأمريكية في 2028، وبالتالي القوة الاقتصادية تحتاج إلى تفاهمات دولية لحمايتها حتى لا تترك الصين يوما ما فريسة للولايات المتحدة الأمريكية. الصين يعني أنا أعتقد أنها تحمي نفسها عن طريق الخارج، تمددها خارجيا من خلال روسيا وإيران وغيرهم، وبالتالي هذا الأمر يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون المؤثر الأوحد في الأحداث العالمية، وأن ما يحدث لروسيا في أوكرانيا هو فكرة استنزاف وفقط، لكن أن تحكم الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا بشيء معين في المفاوضات القادمة فهذا الأمر لن يكون، بدليل كما قلت حضرتك أن هناك دول أخرى باستطاعتها أن تدعم روسيا بشكل ما وبطرق مختلفة، وبالتالي يكون هناك يعني نفس روسيا أو نفس روسيا أوسع مما هو عليه الآن، وتستطيع روسيا أن تكمل هذه الحرب لمدى طويل، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني تثبت الأيام أنها لم تعد هي الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تتحكم. إذن في ظل أزمات عالمية متنوعة هناك تحديات تواجه ترامب حقيقة في عدة ملفات، تحدثنا عن بعض هذه الملفات. أشكرك في التفاصيل من فيرجينيا كنت معنا فيها مباشرة. محمد العالم الكاتب الصحفي الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية، أشكرك شكرا جزيلا. نعود إلى نشرة الأخبار مع الزميلين موافي ورغدة، إليكما. شكرا حسين. إذا مشاهدينا نشرتنا متواصلة مع حضراتكم من القاهرة الإخبارية، الآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان. من العاصمة بيروت
استشهد 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على مدينة صور جنوبي لبنان. وأوضحت مصادر إعلامية لبنانية أن القصف أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات، وأن غارات الاحتلال تسببت في دمار كبير بالأماكن المستهدفة. من جهتها أفادت الصحة اللبنانية باستشهاد 15 شخصا وإصابة 69 آخرين في الغارات الإسرائيلية في 24 ساعة الماضية. وفي تقريرها اليومي أوضحت الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان بلغت 3117 شهيدا و 13888 مصابا. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير عشرات المنازل داخل بلدات يارون وعيترون ومارون الراس في جنوب لبنان بزعم احتوائها على اعتاد عسكري تابع لحزب الله. كما شهدت قرى راميا وعيت الشعب والقزح في الجنوب عمليات إطلاق نار عنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. سلسلة من التفجيرات العنيفة شهدتها 3 بلدات لبنانية في الجنوب الملتهب. ففي أحدث سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، قام جيش الاحتلال بتفجير عشرات المنازل داخل بلدات يارون وعترون ومارون الراس في جنوب لبنان بزعم احتوائها على عتاد عسكري تابع لحزب الله، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن المنازل التي تم تفجيرها كان يقطنها مدنيون لبنانيون تركوها قسراً بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة بتركها. جرائم الاحتلال على لبنان وصلت أيضاً إلى شن غارات جوية على بلدتي كفر تبنيت وكفر صير في الجنوب، وكذلك الغارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي المجادل والشهبية الجنوبيتين. كما شهدت قرى راميا وعيت الشعب والقوزح في الجنوب عمليات إطلاق نار عنيفة من قبل قوات الاحتلال. وبينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ والمسيرات نحو شمال إسرائيل، استهدف فيها مستوطنة كريات شمونة والجليل الأعلى والغربي وقاعدة ستيلا ماريس البحرية في حيفا، وسط تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق أخرى في شمال الأراضي المحتلة. وتسعى إسرائيل إلى دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وخلق ما يشبه منطقة عازلة على الحدود بغية تمكنها من إعادة المستوطنين الذين فروا جراء صواريخ الحزب إلى الشمال. العدوان على لبنان ليست المأساة الوحيدة التي يتعرض لها البلد العربي، بل إن النزوح هو المشهد الكارثي الحقيقي، كذلك الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء استمرار العدوان، حيث يتعرض السكان لظاهرة النزوح المتنقل بحسب الضربات الإسرائيلية التي تتكرر على مناطق آمنة. مأساة تلو الأخرى يتعرض لها لبنان على واقع العدوان في ظل تعنت إسرائيلي بعدم الوصول إلى حلول لوقف الحرب التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين. لمزيد من التحليل والمتابعة نتحول مرة أخرى إلى حسان بشير. إليك حسان. شكرا رغدة. شكرا موافق. للمزيد ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. التحية لك أحمد. في ظل تفجير الاحتلال الإسرائيلي لعشرات المنازل في الجنوب اللبناني، استهداف أيضا مدينة صور، ترى ما التطور الملحوظ لديك إلى الآن؟ نعم، ما بالفعل يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على عدد من البلدات الجنوبية اللبنانية، وتحديدا خلال الساعات القليلة الماضية على مدينة صور التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت عدة مباني في مناطق سكنية مأهولة دون سابق إنذار أو تحذير مثلما فعل جيش الاحتلال في وقت أو في أيام سابقة. ولكن هذه المرة العدوان استهدف عدة مباني مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين. المعلومات الأولية أو الحصيلة الأولية التي أظهرتها وزارة الصحة تقول أن هناك ما يقرب من 3 شهداء، بالإضافة أيضا إلى سقوط
30 مصابا في حصيلة أولية، فيما لا تزال فرق الإسعاف والإغاثة تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن مصابين أو البحث عن الحصيلة النهائية للناجين أو الشهداء جراء هذه العملية. في بالتوازي مع هذه الغارات كانت هناك سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت عدة بلدات أيضا في قضائي صيدا وفي قضائي صور والنبطية وأيضا في قضاء بنت جبيل، من بينها بلدات كفر تبنيت وتبنين وعدد من المناطق الأخرى في الجنوب اللبناني، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ سلسلة من العمليات تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية بلغت حتى الآن 16 عملية. هذه العمليات ركزت على استهداف المستوطنات مثل يرقون أو مرجليوت التي تم استهدافها مرتين على مدار اليوم، وأيضا مستعمرة كريات شمونة التي تم استهدافها مرتين، فضلا عن استهداف عدد من تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل برا في الجنوب اللبناني. كانت آخر هذه العمليات حينما قام حزب الله باستهداف ناقلة جند في منطقة كفر كلا بصاروخ موجه، مما أدى إلى تدميرها ومقتل عدد وأيضا إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانت هناك سلسلة من العمليات أيضا تجاه مواقع وتجمعات لجنود جيش الاحتلال في دوفيف والمنارة وغيرها من المناطق على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. صحيح، لكن أحمد يعني في ظل هذا الاستهداف المستمر طبعا من الاحتلال الإسرائيلي على هذه البلدات المختلفة وسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء مع الجرحى والمصابين، تتفاقم المعاناة والأوضاع الإنسانية لهؤلاء، تزداد أيضا عمليات النزوح، فكيف يمكن أن توصف لنا هذا الوضع بالنسبة لعمليات النزوح والأوضاع الإنسانية المتفاقمة؟ بالتأكيد سيؤثر على عمليات النزوح، لأن من المتوقع أن تكون هناك عمليات نزوح جديدة من مدينة صور وأيضا البلدات في قضاء صور، ولكن ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة بنايات ثم عاد مرة أخرى وكرر الاعتداء على مدينة صور وبنايات جديدة، فربما الحركة في مدينة صور هي في غاية الصعوبة في هذه الأثناء وهي حركة غير مأمونة، وبالتالي هذا الأمر يشكل ضغطا شديدا على المناطق في الجنوب اللبناني وخصوصا المناطق المأهولة بالسكان أو التي لا يزال بها عدد من السكان. الاستهدافات طالت مباني سكنية، طالت أيضا أهداف أو مناطق بالقرب من أسواق ومحلات تجارية تقدم خدماتها للمواطنين في الجنوب، فبالتالي هناك بالفعل مأساة أو أزمة إنسانية كبيرة لدى سكان هذه البلدات ولدى أيضا عمليات النزوح، وخصوصا أن الدولة اللبنانية ربما حتى الآن قدمت أعمال إغاثة لما يقرب من 190 ألف مواطن لبناني نزحوا من مختلف المناطق، ولا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة والمجتمع المدني في توفير مأوى للنازحين أو لمزيد من النازحين من مختلف المناطق. الجديد في تطورات الأوضاع في لبنان بالضرورة سوف نكون معك فيه في القادم. من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا. نعود مرة أخرى إلى زميلين موافي ورغدة، إليكما. إذا مشاهدينا لا نزال في الملف اللبناني أو ملف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أعلن حزب الله استهدف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمائيل برشقة صاروخية كبيرة. وأشار الحزب إلى استهداف قاعدة تلينوف الجوية في جنوب تل أبيب برشقة من الصواريخ النوعية، مؤكدا تدمير جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة في شمال غرب كفر كلا، مما أدى إلى قتل وإصابات في طاقمها والقوة المرافقة. قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل إن جيش الاحتلال دمر جزءا من سياج وهيكلا خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة جنوبي لبنان. واعتبرت المنظمة الدولية تدمير جيش الاحتلال المتعمد والمباشر لممتلكات تابعة لها بالقرب من الخط الأزرق، اعتبرته انتهاكا للقانون الدولي وللقرار رقم 1701. أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سالعون ضرورة توفير الرعاية الصحية
وتقديم المساعدة للمحتاجين والاستمرار في تذكير أطراف الصراع باحترام حقوق الإنسان. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية أوضحت عون أن الصراع الحالي فاقم أزمة القطاع الطبي في لبنان الذي واجه صعوبات كبيرة طوال السنوات الماضية. نحن كلجنة دولية للصليب الأحمر عم نركز بالفترة المقبلة على ثلاث أولويات. أولا توفير الرعاية الصحية، واليوم بالفعل نحن أطلقنا مبادرة جديدة بهذا الإطار بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية. رح يكون عنا عيادات طبية نقالة مجانية، رح تكون أولا عم تنطلق على منطقة مرج عيون نهار الاثنين، لا تقدر تقدم الرعاية الصحية الأولية للأشخاص اللي ما زالوا بمناطق النزاع. في عنا الأولوية الثانية اللي هي كمان تقديم المساعدة لأشخاص المحتاجين من مواد غذائية، من بطانيات، من فرش، لا نقدر نكون عم نسد الاحتياجات الكبيرة. والشق الثالث اللي هو طبعا الاستمرار بدورنا كوسيط محايد وتذكير الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ومواصلة حوارنا معهم. قال رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل إن إدارة ترامب لديها علاقات قوية وتأثير كبير على الإدارة الإسرائيلية، مضيفا أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل لبحث إنهاء التصعيد الإسرائيلي. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية أوضح جابرييل أن هناك فرصا أكبر لإنهاء التصعيد الإسرائيلي في لبنان مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة. في الوقت الراهن مع الانتخابات في هذا الأسبوع، مع انتخاب الرئيس الجديد، الرئيس السابق ترامب والرئيس الجديد ترامب، فبالتالي أصبحت هناك تغيرا في الرؤى، أصبح هناك فرصا أكبر لإنهاء هذا التصعيد، ولكن لن يحدث ذلك حتى 20 يناير. لدي بعض المصادر التي تفيد أن إسرائيل تستمر في الانخراط بالحديث مع إدارة بايدن في الوقت الراهن من أجل الاستمرار في رؤية كل سبل التقدم في هذا الملف. فبالتالي أنا أتفهم تماما أن هناك مساعي حثيثة من كثير من المسؤولين الأمريكيين مثل هوكستين المبعوث إلى لبنان من أجل إيجاد بعض الأرضيات والأسس الراسخة من أجل الحلول المستدامة. والآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. استشهد 39 فلسطينيا وأصيب 123 آخرون في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 43,500 شهيد وثمانية، فيما بلغ عدد المصابين نحو 102,684 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي. كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال على مواقع مختلفة بالقطاع. أفادت مصادر محلية فلسطينية باستشهاد مواطنين اثنين جراء قصف الطيران الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين شرقي خان يونس جنوب القطاع. يأتي هذا فيما استشهد عدد من الأهالي في قصف إسرائيلي على عدة منازل بمنطقة الجنينة برفح الفلسطينية. أفاد مراسلنا بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 شهيداً بعد استشهاد صحفي في قصف لطيران الاحتلال شمال القطاع. أعلنت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة
عن أن 80,000 شخص محاصرون في شمال قطاع غزة يعانون من انعدام تام للغذاء والدواء. وقال الدفاع المدني إن الاحتلال يسعى بمواصلة مجازره إلى إخلاء شمال القطاع بالكامل. فيما طالب خبراء في الأمن الغذائي العالمي طالبوا الأطراف في حرب غزة باتخاذ إجراءات فورية في غضون أيام لتخفيف الوضع الكارثي بالقطاع. وحذر خبراء الأمن الغذائي العالمي من احتمال حدوث مجاعة في المناطق الواقعة شمال القطاع، مشيرين إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فعال فإن حجم الكارثة الوشيكة في غزة من المرجح أن يتجاوز أي شيء بالقطاع منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. وهذه هي عودة من جديد إلى حسان بشير. شكرا راغب أمار. نتحول للمتابعة مباشرة من بيروت. محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تحية لك سيد محمد. كارثة إنسانية حقيقة في قطاع غزة، فهناك حوالي 80,000 شخص محاصرون بشمال قطاع غزة، لا يوجد طبعا الغذاء ولا الدواء لهم، فما خطورة ما يحدث لهؤلاء؟ خطورة ما يحدث الآن في شمال القطاع تحديدا هو أن إسرائيل تقوم بكافة أشكال العنف والجرائم لإفراغ الشمال من الفلسطينيين. يعني تحديدا في آخر 32 يوما منذ بدء هذا الإطار المتجدد إذا جاز التعبير، هنالك ما يقرب من 100,000 مهجر، حوالي 1,600 شخص تم قتلهم بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية. تم تدمير كافة مستشفيات الشمال وكافة مدارس الشمال، وهنالك يعني بحسب تقديراتنا في المرصد ما يقرب من 90% من الأبنية والمنازل تم تهديمها. هذا ينم أو يبين كيف تعمل إسرائيل على إفراغ الشمال بشكل تام من السكان. نعم. وذلك بالطبع بالإضافة إلى الضغط بمنع وإدخال أي نوع من أنواع المساعدات لداخل الشمال تحديدا، مع عدم وجود أيضا مصادر لمياه الشرب. هو واضح أنه طبعا من خلال هذه المجازر سيد محمد يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يخلي شمال قطاع غزة بالكامل، لكن هنا نتفق دائما على أنه لا يوجد أي مكان آمن في أي منطقة في غزة. ماذا لو أخلي هؤلاء واتجهوا مثلا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب؟ أكيد سوف يتعرضوا أيضا إلى مجازر واستهداف. يعني فهنا الخطورة تكمن في أنه حتى لو تحركوا إلى مناطق تسمى بالمناطق الآمنة سوف يتم استهدافهم أيضا. بالطبع، يعني لا مناطق آمنة في غزة. السنة الماضية أو العام الماضي أثبت أن إسرائيل لا تحترم أي قانون أو قاعدة دولية يعني تحمي أو تؤمن الحماية للمدنيين. هم حتى بعد أن يخصصوا أماكن آمنة للفلسطينيين للذهاب إليها يستهدفونهم أيضا في هذه الأماكن الآمنة، وهم يريدون يعني الهدف الأساسي هو إفراغ القطاع من أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين. ولكن الآن العملية في الشمال هي أيضا يعني جسيمة بشكل فقط لإفراغ الشمال بشكل كامل. نعم. بشكل تام يريدون إفراغ كافة مناطق الشمال. طب مع انعدام الغذاء كما قلنا، انعدام المياه ملوثة طبعا، عدم وجود أدوية أو علاجات، الخبراء وخاصة في الأمن الغذائي العالمي سيد محمد يتحدثون عن أنه لابد من اتخاذ إجراءات فورية. يعني هذا الحديث يعني دار منذ أكثر من عام، يعني نحن الآن في حرب على قطاع غزة منذ عام وتستمر. نعم. الآن في بداية الشهر الثاني بعد العام، فكيف يمكن أن تكون هناك إجراءات تنفيذية على الأرض لمنع ما يحدث من هذه الكارثة؟ يعني نحن في المرصد منذ ما يقرب 8 أشهر نقول أن هنالك مجاعة تحديدا في مناطق شمال قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي للتحرك والمنظمات الدولية للتحرك، ولكن ليس هنالك من أذن تسمع. المنظومة الدولية تحديدا الأمم المتحدة أثبتت فشلها
على في التعامل مع ما قامت به إسرائيل أو ما تقوم به إسرائيل. المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية كبرى، فلنتحدث عن الدول أولا، هم في معظمهم متواطئون وشركاء لإسرائيل في هذه الإبادة التي ترتكبها بغزة والشمال تحديدا، والمنظمة الدولية إما هي عاجزة عن القيام بأي شيء أو هي متواطئة بالسكوت عن ما تقوم به إسرائيل. بل تصل تهديدات إلى يعني المسؤولين عن المنظمة، يعني حتى أنه تم منع مثلا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول إسرائيل. يعني هذه الإجراءات طبعا التي يتم الحديث عنها من قبل الأمم المتحدة والمنظمات طبعا المنضوية تحت لوائها الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية، يبدو أنه كلام فقط أو لازمة يعني تأتي على لسان طبعا المسؤولين دون إجراء فعال على أرض الواقع. بالطبع، وهذا هو نتيجة 70 عاما من الإفلات من العقاب التي أمنتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول لإسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين. يعني أي مسؤول إسرائيلي اليوم ليس هنالك من أي رادع له، سواء كان مسؤولا سياسيا أو عسكريا، لعدم القيام بهذه الجرائم، لأنهم هم يقومون بهذه الجرائم منذ 70 عاما، ولكن وتيرتها وتيرتها كانت عالية جدا في هذا العام المنصرم، وبالتالي هم لا شيء يردعهم لأن المجتمع الدولي لا يريد التحرك وفي معظمه هو متواطئ مع إسرائيل. طيب، يعني هنا حتى أن ما يتم استهدافه من المواطنين ما يقترب من 70% من شهداء الحرب المستمرة على قطاع غزة من الأطفال والنساء، يعني حتى هناك عدد كبير كما تعلم سيد محمد من الأطفال أصبحوا مبتور الأيدي، مبتور الساقين نتيجة لهذا الاستهداف المكثف. يعني ألا يوجد مثلا أي إجراء قانوني؟ ونحن نعلم أن هناك طبعا أوامر من المحكمة الجنائية الدولية بأوامر اعتقال لنتنياهو وجالنت قبل أن يتم تقديم يعني إبعادوه عن منصبه كوزير الدفاع. ما الذي يمكن أن يتم على أرض الواقع في الناحية القانونية بإجراءات فعالة من أجل يعني تخطي ما يمكن أن يحدث من هذه الجرائم؟ الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعب لتحقيق شيء ما على الأرض هو من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن تصحيحا لما تفضلت به، مذكرات التوقيف لم تصدر بعد من المحكمة الجنائية الدولية، بل ما زالت الغرفة التمهيدية تنظر بطلبات المدعي العام، وحتى طلبات المدعي العام هي لجالنت ونتنياهو في جريمة التجويع. لا يتحدث المدعي العام في طلبات هم يشنون هجوما وتهديدا ضد كريم خان يعني بشكل غير طبعاً مسبوق. وهنا يعني نسأل سؤال، هل خضعت أو تخضع المحكمة الجنائية الدولية للتهديد من الدول الغربية ومن إسرائيل؟ لأن النظام روما الذي يعمل على أساسه صحيح العام يعطيه صلاحية الادعاء مثلا على كل من يتدخل في عمل المحكمة. صحيح، ونظام روما الأساسي واتفاقية جنيف أيضا. نعم، هو المدعي الآن تحدث عن أن العديد من زعماء الدول الغربية قالوا له، أو واحد منهم على الأقل قال له، أن المحكمة الجنائية لم تخلق للغرب ولإسرائيل، بل خلقت للدول الأفريقية ودول العالم الثالث. لماذا لا يعني يقوم بصلاحياته، يمارس صلاحياته المدعي العام ويبدأ على كل من يحاول التدخل أو يتدخل بعمل المحكمة الجنائية الدولية؟ نعم، هناك تحقيق آخر صدر عن صحيفة الجارديان في الشهر مايو الماضي مثلا، يتحدث عن كيف أن رئيس الموساد السابق هدد وابتز المدعية العامة السابقة التي كانت قبل كريم. نعم، مثلا لعدم فتح التحقيق بحق صحيح الجرائم التي ترتكبها. يستلزم إجراءات فعالة وقوية طبعا، ولذلك أشكرك حول هذه التفاصيل كنت معنا فيها من بيروت محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، أشكرك شكرا جزيلا. إذن نعود مرة أخرى إلى زميلين موافي ورغد، إليكما. شكرا لك حسن. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة. كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قد صدقت على طلب الشرطة والشباك إجراء تحقيق يتعلق بنتنياهو حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب وثائق سرية للغاية. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية
بأن يمكن للمحققين فتح تحقيق ضد نتنياهو. ينص القانون الإسرائيلي على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صدقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة. وإلى قراءة أكثر عمقا مع حسان البشير. شكرا وفي ورغبة. من القدس المحتلة مباشرة تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسي. أحييك دانا. هنا فضائح متتالية حقيقة لمكتب نتنياهو تتكشف على العلن أخيرا. هناك فضائح تتكشف بأن مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة. ترى ما طبيعة هذه القضايا؟ تشير الشبهات حساني إلى أن مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ابتزوا ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش وتسريبها لاحقا بعد تزويرها إلى وسائل إعلام حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم. ويرجح وفق وسائل إعلام إسرائيلية أن سلسلة الفضائح في مكتب نتنياهو والتي كشفت مؤخرا وفضائح أخرى قد تكشف لاحقا مرتبطة ببعضها البعض حسبما نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أيضا عن مصادر مطلعة على تفاصيل هذه الفضائح، منها تسريب وثائق سرية للغاية لصحيفتي بيلد الألمانية وأيضا صحيفة بريطانية أخرى وتزوير بروتوكولات اجتماعات الكابينيت السياسية والأمنية. وحسب المصادر المطلعة يتعالى الاشتباه بأن فضيحة ابتزاز الضابط التي كشف عنها أمس مرتبطة بالفضيحتين السابقتين التي ذكرناها، وأن مكتب نتنياهو استخدم جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي كي يسرقوا وثائق في غاية السرية وينقلوها إلى مكتب نتنياهو ثم ينشروها في وسائل الإعلام. نتحدث أيضا أن هذه القضية من شأنها تفسير كيفية استخراج جهات من مكتب نتنياهو وثائق حساسة باستخدام معلومات شخصية عن الضابط قد تكون محرجة بشكل يساعدهم بالحصول على هذه الوثائق. طيب هنا السؤال هنا يعني دانا يطرح هنا، هل القانون الإسرائيلي يمكنه أن يفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة نتنياهو أم أنه لابد من تصديق ما يسمى بدائرة الاستشارة القضائية لتلك الحكومة؟ بالفعل حساني، قانون الاحتلال الإسرائيلي ينص على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صادقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، وفي حال كان هنالك تطور في التحقيق بشكل يربط رئيس حكومة الاحتلال بقضايا أمنية فإنه يتعين على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على مواصلة التحقيق، وعندها يجري التحقيق ضد رئيس الحكومة رسميا. وبهذا صادقت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على طلب شرطة الاحتلال وعلى طلب جهاز الشباك أيضا إجراء تحقيق يتعلق برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب الوثائق وتزوير بروتوكولات للاجتماعات التي كانت تدار طوال هذه الفترة للكابينيت الأمني والسياسي. كان هناك سؤال أيضا يدور في الأروقة أن هناك ثمت خلافات أو تشابكا في الرؤى ما بين نتنياهو ومكتبه طبعا والعاملين معه في جانب، وما بين الجيش والاستخبارات أو الشباك في جانب آخر، فما صحة هذا وهل له علاقة بهذا التسريب الذي يحدث باستمرار من مكتب نتنياهو؟ هذا الخلاف متعمق أصلا وأساسا ما بين المستوى السياسي والمستوى الأمني والعسكري، ولكن لربما حادثة وفضيحة ما سميت بتسريب الوثائق أو ما أطلق عليها وثائق السنوار لربما مثلت الشعرة التي قطمت ظهر البعير من خلال وصفها بأنها العاصفة التي تدوي في أروقة الحكومة الإسرائيلية، وخاصة أنه وفقا للبروتوكول المعمول فيه في القانون الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي يسلم بعض القضايا الهامة للمؤسسة السياسية للإطلاع عليها
وأخذ الأراء أو المشورات أو حتى القرارات اللازمة من المستوى السياسي. نعم. إلا أن هذه الوثائق فيما يتعلق في رؤية فصل المقاومة للهدنة لم تكن ضمن الأوراق التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلمها للمكتب السياسي. نعم. لذلك كل أصابع الاتهام تشير إلى أن هنالك تجنيد جواسيس من داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أم أن هنالك استغلال للعلاقات بدس من بنيامين نتنياهو شخصيا أو من الدائرة المقربة منه لسحب هذه الوثائق من داخل جيش الاحتلال. بعد تكشف هذه القضية الخطيرة من مكتب نتنياهو وتسريب هذه الوثائق السرية كما قلنا دانا بعد إقالته لجالانت التي أثارت جدلا كبيرا حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي الشارع طبعا الإسرائيلي الذي قام بالتظاهرات ضد هذا القرار، هل يمكن القول بأن نتنياهو الآن مع عدم تحقيقه لأي منجز من حربه في قطاع غزة أو حتى في لبنان أصبح في مأزق واضح وحقيقي؟ لربما كل الحجج التي استخدمها بنيامين نتنياهو لإقالة يوآف جالانت هي حجج واهية، وإنما يركز على وضع من يستطيع تمرير له الرسائل السياسية التي تحاول ويحاول من خلالها إمادة هذه الحرب لأسباب شخصية سياسية أيديولوجية متمثلة في استمرار العمليات العسكرية، متمثلة في تطبيق خطط الجنرالات في شمال القطاع بعدم إدخال المساعدات الإنسانية، إبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني، وكل هذه الأمور التي كان يعارضها يوآف جالانت أو له رأي مختلف عما يريد بنيامين نتنياهو. لذلك جاءت هذه الإقالة، وبالإضافة إلى موضوع تجنيد الحريديم، وخاصة أن الحريديم أي المتزمتين دينيا كانوا قد هددوا نتنياهو بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. وزير الأمن كان يدفع يوآف جالانت حينها بتجنيد الكل الإسرائيلي، يدفع بضرورة التوصل إلى صفقة تبادل أو تسوية. مع هذا هل هذا مؤشر واضح وكبير على أن ائتلاف نتنياهو الذي شكله طبعا يمكن أن ينهار في أي لحظة؟ لهذا قام بضم ساعر إلى الحكومة الإسرائيلية، خاصة ما كنت أود الحديث فيه بأن كان هنالك تهديدات من الحريديم بالانسحاب وحل الائتلاف الحكومي، كان هنالك تهديدات من إتمار بن غفير وسموتريتش واللذان يحصلان على 13 مقعد، أي أن نتنياهو لا يستطيع تمرير أي قانون إذا لم يكن هنالك موافقة بسبب كثرة هذه أعداد المقاعد. إلا أنه بعد ضمه جدعون ساعر وهو وحزبه إلى الحكومة الإسرائيلية أصبح لا يأبه في هذه التهديدات التي يمليها اليمين المتطرف سواء من الحريديم أو سواء كذلك من إتمار بن غفير وسموتريتش، يستطيع تمرير ما يريد في داخل الحكومة الإسرائيلية، لأن ساعر وحزبه يعادلون الموازنة من جديد في التصويتات التي قد تطرح داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية. نعم، أشكرك إذن حول هذه التفاصيل كنت معي فيها مباشرة للقدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. من طباس بالضفة الغربية محمد رغمة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، بعد تحية سيدي. طبعا يعني فضائح تتكشف يوما بعد يوم، مكتب نتنياهو يقال إنه متورط في 4 قضايا خطيرة، كل هذه الاتهامات والتسريبات لهذه الوثائق السرية، بالإضافة إلى أن نتنياهو أقال منذ أيام وزير دفاعه جالانت أثار اعتراضات كبيرة في الشارع الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يمكن أن يشكل ما يحدث خطورة على مستقبل نتنياهو السياسي في رأيك؟ سيد محمد هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد محمد رغم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وكنا نود أن نعرف رأيه فيما يحدث من أن هيئة البث الإسرائيلي أفادت أن مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطرة، حيث صدقت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على طلب من الشرطة والشباك لإجراء تحقيق يتعلق بنتنياهو، وإن كان يقال أن القانون الإسرائيلي لا يمكن أن يفتح أي تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صدقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة. أعود إليك سيد محمد رغمة، وكنت أتحدث عن كم الفضائح الذي يطال مكتب نتنياهو، لأنه تكشفت مؤخرا أن مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة، بالإضافة إلى قالته منذ أيام الوزير دفاعه جالانت ما أثار استياء في الداخل وفي الخارج أيضا. فكيف ترى ما يمكن أن يسفر عنه الذي يحدث في أنه يمكن أن يهز من ثقة الشارع
والسياسيين في نتنياهو؟ يعني استطلاعات الرأي العام المتعلقة بإقالة جالانت وما ترتب عليها واضح جدا أن هناك يعني عدم رضا كبير في الشارع الإسرائيلي، ولكن ما يحكم الأمر في الشارع الإسرائيلي ليس مزاج الشارع الإسرائيلي أو توجه الرأي العام في الشارع الإسرائيلي بقدر ما يحكمه قوة الائتلاف الحكومي الحاكم. وفي الفترة الأخيرة بنيامين نتنياهو عزز من قدرة ائتلاف الحكومي بانضمام جدعان ساعر إلى الحكومة ليصبح لديه 68 عضو كنيست بدلا من 64، بمعنى أن قوة بنيامين نتنياهو تتزايد أكثر فأكثر على الرغم من كل الفضائح التي يتم الحديث عنها وكل التسريبات التي الجاري الحديث عنها. فهذا يعني الرأي العام لن يؤثر في بنيامين نتنياهو، وباعتقادي كل هذه الفضائح التي نسمع عنها والتسريبات لن يكون لها انعكاسات قريبة على حكومة بنيامين. لماذا لن يكون لها انعكاسات وخاصة في ظل وجود مثلا المعارضة، مثلا يائير لبيد زعيم المعارضة دائما هو متربص بما يحدث لنتنياهو، فلماذا لا يمكن أن يؤثر عليه هذا سيد محمد؟ لأن ما يؤثر على وجود وبقاء وسياسة بنيامين نتنياهو هو قوة الائتلاف الحكومي. بالتالي المعارضة الإسرائيلية بني جانت ويائير لبيد لن يكون بمقدورهم التأثير على حكومة بنيامين نتنياهو إلا إذا استطاعوا فكفكتها من الداخل، بمعنى لكي يؤثروا على سياسة بنيامين نتنياهو ويؤثروا على وجود بنيامين نتنياهو كرئيس للحكومة يجب أن يقوموا بتجنيد على الأقل حزب من الأحزاب الذي يمتلك عدد من المقاعد تمكنهم من توفير صحيح. أغلبية معاكسة داخل الكنيسة الإسرائيلي. ولكن ما دام بنيامين نتنياهو يحظى بأغلبية كبيرة داخل الكنيسة لن يؤثر لا الفضائح ولا المعارضة الإسرائيلية، وبالعكس المعارضة الإسرائيلية في استطلاعات صحيح. الرأي العام مؤخرا بدأت تتراجع. هذا دليل على أن الشارع الإسرائيلي أيضا بدأ يعني ليس هو الرأي العام ضد بنيامين نتنياهو، ولكن قد تهز شقة نتنياهو منصبه السياسي ولو قليلا حتى لو قلت أنه لن تعرضه إلى الخطر. أشكرك محمد رغم الخبير في شؤون الإسرائيلية، كنت معنا مباشرة من الضفة الغربية. إذن هي قضية تلو الأخرى تتكشف أوراقها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ظهرت في الفترة الأخيرة ضد نتنياهو ومكتبه اتهامات خطيرة بالفساد بعد الكشف عن وثائق سرية مسربة لتهدد عرش نتنياهو المتزعزع فعليا بسبب استمرار قضية المحتجزين في غزة دون حل حتى هذه اللحظة. ولم يتبقى في نشرتنا إلا تذكرة بأبرز العناوين. وزارة العدل الأمريكية تعلن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 3000 شهيد وأكثر ونحو 14,000 جريح. الأمم المتحدة تحذر من احتمال حدوث مجاعة في شمال غزة وتطالب باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الوضع الكارثي بالقطاع. نشرتنا انتهت، لكن تغطياتنا وجولاتنا الإخبارية مستمرة مع حضراتكم. شكرا بغداد بليلة ولكم التحية ودمتم في رعاية الله. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.